النماذج دي عايزه دراسه في مستشفى الامراض العقليه. يعني فعلا انا ما اعرفش هم مثلا بيضحكوا علينا وبيتظاهروا بان هم عندهم خلل عقلي ولا هم فعلا عندهم خلل عقلي، لان ده السكه اللي هم ماشيين فيها ما يوصلش لهدف سامي اللي هم فاهمون ان هم عملوا التكوين ده عشانه. مين حسن البنا؟ انا ما اعرفش مين حسن البنا ده، غير ان واحد كان في المغرب، والمغرب دي يعني تلاقي مثلا 10 مغاربه فيهم 8 يهود. والديانه اليهوديه بتبيح لليهودي في سبيل خدمه اليهوديه بتاعتهم دي ومصالحها انه ينتحل اي ديانه تانية، يعني ممكن يسلم يدعي ويبان ايوه يبان مسلم ويتصرف في سبيل خدمه الهدف بتاعهم بتاع اليهود. فانا مش عارف يمكن حصل بالنا ده، لانه حتى لما جه يعمل التكوين بتاع الخلق اولا جه ما جاش القاهره، مفيش حد بيجي لمصر دي ما بينزلش القاهره، راح الاسماعيليه. ليه الاسماعيليه؟ لانه كان جيش انجليزي وجيش فرنساوي اللي هم الانجليزي طبعا كانوا محتلين بقناه السويس، ودول ثابت فعلا انهم كانوا بيساعدوا المنظمه دي. والمنظمه دي قامت على اسس بتقوم عليها تكوينات العصابات والمافيا فعلا. نعم.